اهلا وسهلا، بهالحلقة بدنا نشوف كيف نقدر نشيل عالم من صورة او نشيل اشياء بالصورة، يمكن اشي كيس زبالة، اشي ما بدنا اياه بالصورة، وات ايفر ات ماي بي. راح نشوف كيف نقدر نعمل الحكي بالفوتوشوب. يعني مثلا ناخذ صورة مثل هاي ونقلبها لصورة زي هاي. كيف نعمل الحكي؟ يلا تفضلوا معي. اهلا وسهلا، بهالحلقة رح نحكي على كيف نقدر نغير اشياء بالصورة، او هي بالاصح خلينا نشيل اشياء من الصورة لانه نخليها شوي انظف. يعني عادة لما نروح نصور باي محل مش دائما رح يكون كل اشي ممتاز، ممكن يكون في حدا سايب له شنطة، حدا في ناس ماشية بالسين. هاي الطريقة اللي رح اورجيكم اياها هلأ هي اضبط طريقة، وهو بصراحة الفوتوشوب هلأ من كتر ما صار يعني متغير ومتحسن على مدى السنين صارت هاي الفانكشناليتي فظيعة فيه، والريزلتس اللي بتطلع منها اجمالا لو حدا مش منتبه او مش حاكين له او ما بيعرف انه كان في اشي هناك وانشال، اغلب الوقت ما حينتبه انه عملنا لها ايديت وغيرناها. طبعا هذا الموضوع بيرجع بيفتح كتير نقاشات، هل هيك احنا عم نغير قاعدين بالصورة؟ هل هذه صفة تصوير مش تصوير؟ اجين انا رأيي بالموضوع لو انه عم نصور لاشي فوتو جورناليزم او ريبورتاج مثلا، اشياء لها علاقة بصحافة او تغطية الأحداث كدوكيمنتري زي ما لازم تكون، مش لازم نغير. بس أي مجال تاني بالتصوير بتوقع أنه أتليس أنا برأيي نقدر نغير ونخلي هاي الصورة أحسن شوي. كيف نعمل هالحكي؟ فيلا تفضلوا معنا، خلينا أوريكم كيف نعمل هالحكي. ففي عندنا مثلا هذا السيناريو اللي هون، هذه صورة ماخذها أنا ببيترا بجرش. الصورة كتير حلوة بس في أشياء مثلا ضايقتني فيها، في ناس هون على اليمين بدنا نشيلهم، هلا بقدر نعملهم كروب وبهاي الصورة بزبط أكشلي إنه نعملهم كروب ونشيلهم من الصورة. بس اللي بدي اعمله انا بهذا الموضوع، خلينا نفترض اني بدي اخليهم موجودين وما بدنا نعمل كروب للصوره، زائد راح نبلش كمان نشيل اشياء تانية مثل مثلا هذا الاشي عم يضايقني من هون، هذا الاشي عم يضايقني من هون، نقدر كل هالاشياء نظبطها بالفوتوشوب. بنروح وبنفتح هذه الصوره بالفوتوشوب. بالفوتوشوب الطريقه اللي راح نعمل هالحكي بدنا ننتبه على اكثر من شغله. هلا الفوتوشوب فظيع بهذا الاديت، بس بدنا نحاول نساعده قد ما بنقدر، فعلى اساس يركز بس على المناطق اللي بدنا اياه انه يركز عليها. فبنعمل زوم ان على المكان اللي بدنا نشتغل عليه، ولما اول اشي بدي اعمله بدي اروح على التول اللي هي هون واسوي سيلكشن لهذه التول اللي هي ليسو تول، اللي هي بقدر ارسم بهاي التول وانقي الاشي اللي بدي اياه، وبدي احاول اضلني قريب قد ما بقدر على الاشي اللي بدي اشيله. فخلينا هنا نعلم حواليهم مع شوية فراغ، اهم اشي انه ما تلمسوا الاشي اللي عم بتحاولوا انه تشيلوه، على اساس تعطوا مجال للفوتوشوب انه يحاول يغير ويظبط الموضوع من غير ما خلينا نحكي انه يلخم. فاذا هيك بنضل احنا على الادجز عم ننقي الشيء اللي بدنا نشيله، نقيت الخيار برضه عشان اتاكد انه تغير من ضمن الاديت اللي رح نعمله، وهيك غطينا كل شيء بدنا اياه. هيك عملنا هذه السلكشن. بعد ما عملت هاي السلكشن هلا هذول العالم بدنا نشيلهم، بنروح على edit بنقول له content aware fill. بالcontent aware fill راح يفتح لي هذه الاوبشن الاخضر اللي هو الاماكن اللي بده ياخذ منها هو ويحاول يعمل يرجع يبني الصوره من اول وجديد. وهنا في عندنا preview كيف راح تبين اوتوماتيكلي زي ما شايفين الافكت فظيع، وعلى السريع مور اور ليس عمل اللي بده اياه. اغلب الوقت هلا صار يشتغل بهالطريقه كويس. الاشي الوحيد اللي انا بحب استعمله هون هلا بتقدر تشوفه برضو انه يصير يحاول يطبق الالوان مع بعض، يظبط الروتيشن تبعت السلكشن. اغلب الوقت ما بحسها كثير بتشتغل مزبوط هذه، يعني هيك اوريدي وراح يعطي احسن ريزلت. اللي بحب اعمله اعمل اشي اسمه سكيل. سكيل اللي راح يسويه انه راح يحاول انه يظبط الحجم تبع المنطقه اللي صارت ممحيه لا الأشياء اللي حواليها، فتبين إنها كأنها ناتشرال أكتر، يعني حجمها رح يصير أزبط. الأوبشن الثاني هو ميرر، بس ميرر عادة إذا قاعدين عم مثلا نعمل دوبليكيشن لعينين، عادة في ناس بالبورتريت فوتوغرافي أو تصوير الناس كل مكان وجه البني آدم على إذا بنقسمه بالنص الجهتين بيشبهوا بعض بالضبط، كل ما يعتبر هيك البني آدم أحلى. ففي عالم بالتصوير اللي بتعمله عادة بالعينين
بتروح بتعمل تاخذ عين وبتطبقها تعملها ميرورينج على جهه ثانيه، فعلى اساس يصيروا هم الاثنين تقريبا نفس الشيء، يعني شكلهم بالضبط نفس الشيء. المفروض هذا انه شوي بحل الصوره، بس بهذا السيناريو احنا مش هنحتاج الموضوع. اخر شيء وين بدي اياه الحكي يصير؟ بدي اياه يصير على نفس اللاير اللي كنا عم نشتغل عليها، ولا خليه يعمل لي اياها نيو لاير؟ خليها على نيو لاير على اساس برضه بنقدر نضلنا نغير فيها اشياء لقدام. كل ما بلشنا نعمل ادس بالفوتوشوب عاده حاولوا تعمل كل شيء على لايرز اكثر على اساس تقدروا تضلكم ترجعوا للاشياء الاوريجينال لو بدكم تغيروا فيها بعدين. بس بهالسهوله هيك بنقول له اوكي، وزي ما شايفين شلي الناس اللي هون. اذا بنعمل زوم اوت وبنعمل له دي سيلكت ولا كانهم كانوا موجودين قبل، هلا هم صاروا موجودين على هاي اللاير الادت اللي انعمل. اذا بنشيلها عم بتشوفوا كيف شالهم بهالطريقه وصفى انه ولكن هم كانوا موجودين من قبل. خلينا نعمل هالحكي على اكزامبل تاني. خليني مثلا اجي واشيل هذا الاشي اللي هون اللي هي زي الساين كانت او كانها في معلومات على المنطقة اللي احنا فيها. خلينا نيجي لهون مرة تانية على السريع، بنعمل له سيلكشن. هلا هادي عشانها مثلا واصلة بالارض في احتمال انها تشرد شوي، بس خلينا نشوف. اجمالا الفوتوشوب كتير تحسن عن زمان بهالموضوع، صار الريزلت سبعته تقريبا اغلب الوقت. مثلا هلا جرب عشان ما كنت منقي اللاير الاساسيه، عم بحاول انه يرجع يبنيها من الباك جراوند لاير اللي هي فيها الشخصين اللي شلناهم. بس بنرجع نكبس على هاي، بنرجع بعدين بنقول له edit اللي هي بيسكلي اللاير الاساسيه، وبنقول له content aware fill. راح اشوفه كيف اوتوماتيكلي شال لي اياها، اقول له اوكي واختفت. نرجع ننقي هاي اللير، وهالحكي نقدر نعمله على اي اشي. على البوبو مثلا اللي هون نرجع مننقيهم هيك ونقول له طبعا الاقي تنتين مع بعض. نقيت اول واحدة هيك بس شفت بلشت انقي التانية، رجعت بقول له هلا ممكن برضه طريقه اذا ما بدي افوت على المنطقه اللي بقدر اعمل فيها اديت وسلكشن ونغير بالاوبشنات الاكثر بالكونتنت اوير، بس بقول له فيل اوتوماتيكلي هون بسالني كيف الفيل، بقول له كونتنت اوير من هذا الاوبشن اللي هون، بقول له اوكي اوتوماتيكلي هو راح يحط احسن سيتنجز ويشيل ويغير هذا الموضوع، بس زي ما انتبهت راح يعملها على نفس اللاير. برضه هذا اوبشن موجود. خلينا برضه على السريع اخر شيء نعمل نفس الاشي على اللاير هذه اللي هون الأساسية، وشيل هذه الشيء الأبيض اللي موجود هون، ونرجع بنقول له edit content aware fill أعطيني اوكي. هلا اذا برجع بتطلع على الصورة بتشوف انه الصورة صارت كتير انظف، وشلنا اغلب الاشياء اللي زي بتضايق بالصورة. فاذا بنرجع نرجعهم سريع بتشوفوا هوب شلنا شلنا شلنا، وبهالسهولة هو موضوع انه يشيل عالم من الصورة. فزي ما شفتوا الموضوع كتير كتير سهل، بنعلم على الموضوع بنشيله اوتوماتيكلي زي السحر بيظبط لنا كل اشي. فهيك هاي الطريقة هي لأنه نقدر نغير ونظبط شوي بالصورة ونشيل الأشياء الألمنتس اللي ما بدنا إياها. كالعادة هيك نكون خلصنا هذا الفيديو ووصلنا لآخره. إذا كنتوا على اليوتيوب أعطوها لايك، إذا على الفيسبوك برضو لايك، اعملوا له شير للفيديو على أساس ساعدوني إنه ننشر هذا الفيديو ونكبر هذه القناة. إذا أنتوا على اليوتيوب سووا سبسكرايب، لما تعملوا سبسكرايب ما تنسوا الجرس اللي تحت موجود جنب اللي هو مش عارف هيكون هون ولا هون، بس هو جنب السبسكرايب باتن في جرس صغير اللي هو شكله زي هذا، اكبسوا عليه تحت على اساس يصير كل ما انزل فيديو جديد يعطيكم ابديت ونوتيفيكيشن انه صار في فيديو جديد. واذا عندكم اي اسئله كالعاده سيبوا لي اياها بالكومنتس تحت، وبنشوفكم بالحلقه الجايه.